تتابع الاتحاد والنوعية اللاعبين البرازيليين، باني رومارينو، جروهي، كورنادو، هنريكي، البصمة البرازيلية موجودة في الاتحاد وتأثيرها. أعتقد أهميتها كبيرة جدا تواجد اللاعبين البرازيليين ليس فقط في الاتحاد بل أيضا في النوادي الأخرى، أتوا بالفوارق للنوادي السعودية، هي تعود أيضا لإمكانياتهم العالية، ومن ناحية أخرى الأماكن أو الظروف المهيئة اللي تساعدهم. إذا نتكلم في الحالة الخاصة للاتحاد، إذا ابتدأنا بجمهورهم وأيضا الموسم الماضي على آخر الجولات افتقدوا بطولة الدوري، السنة هذه أرى أنهم تعلموا من التجربة الماضية، واللاعب البرازيلي أعتقد أنه يرى أنه يقدر ينافس ودائما يحب أنه يكون في التفوق. وكيل جروهي تواصل معك قبل يأتي الاتحاد، وماذا قلت له؟ النادي تواصل معي مباشرة وسألوني مارسيلو لأني لعبت معه أيضا في غريميو، وكانت التساؤلات عن خارج الملعب، لأنه في داخل الملعب الجميع يرى أنه قادر على أنه يعطي، ونقلت لهم اللي أنا كنت أعتقده، وأشكر الله على أنه كلامي كان في محله، وأعتقد أنه الأفضل اليوم على مستوى البلد. جلبت لهم جوهرة. لا يوجد فريق بطل يحقق البطولات نادرا ما حصلت الأشياء هذه، كنا مجموعة واحدة، كنا فريق مليء بالشخصيات، لاعبين كل له الشخصية اللي تميزه في كل المراكز، أعتقد كنا جيل مختلف جدا، جيل أعتقد أيضا في تاريخ الاتحاد والتاريخ السعودي، أعتقد لم يكن أي نادي سعودي أعتقد إلى الوقت الحالي اللي قدر يحقق البطولة الآسيوية في مرتين متتاليتين. اليوم يعني بالمصادفة تواجهت مع اللاعب سعود كريري، كانت لحظة عاطفية جدا، واسترجعنا الماضي، لدي علاقات جميلة جدا معه، وأيضا لدينا جميعنا الحنين إلى تلك المرحلة. اللي وقعت عقد مع الاتحاد بعدم قدومك للشرق الأوسط إلا للاتحاد، أو في شرط بالأصح؟ صحيح، كان موجود ذلك الشرط. في الوقت اللي عملنا الاتفاق مع الأستاذ منصور العودة للبرازيل، كان في عقدي متبقي 6 أشهر لإنهاء العقد، وكان لدي عرض جميل جدا في البرازيل للعودة لنادي كبير جدا اللي هو غريميو، وانتهينا بالوصول للاتفاق نوقع على اتفاقية أنه ما ألعب لغير الاتحاد لغير نادي سعودي آخر، وفي تلك المواسم كانت شائعة خروج بعض اللاعبين والعودة إلى نادي آخر كبير في البلد نفسه، فتلك الوقت أو تلك الفترة كنت فقط بهدف استغلال فرصة كبيرة لي في البرازيل، واتفقنا على أنه عودتي لن تكون إلا للاتحاد أو لن أمثل نادي آخر في المملكة. لعبت بإبرة؟ صحيح، أخذت إبرة قبل النهائي في العضلة، وفي استراحة الشوط الشعور بالألم ازداد، وأخذت إبرتين أخرى، وكنا بحاجة هدف إضافي،
كانت يعني صعبه جدا المرحله اللي كنا نعيش فيها بدون مدرب، لكن استطعنا ان نخليها 2-0 في بدايه الشوط الاول. لكن ازدياد الالم وفي استراحه الشوط اعتقد الدراما اللي واحد يقدر يتخيلها كانت كبيره جدا، والسعاده اللي عشناها. ايش الدراما اللي بين الشوطين؟ تصورت اني لن استطيع مواصله اللعب، ولما اقول الشيء هذا لزملائي لانه كنا بدون مدرب، اللاعبين طلبوا نو ارجع خذ ابره اخرى تقدر تستمر. فتصوري كان يمكن حتى بالابره الاخرى ممكن ما اقدر ارجع لانها كانت اصابه عضليه، لكن اصرار زملائي واصرار الجميع على انه بالابره هذه حتقدر ترجع، الشعور اللي ياتيك انت كلاعب، الشعور باللي ثقة زملائي فيني، أخذت الإبرة ودخلت ووصلت. جزء من التضحيات أيضا، وهي مباراة نهائية، ولما جاء الهدف بعد 8 دقائق تقريبا من الشوط الثاني اللي أعطتنا البطولة، فكرت في لحظتها أنه هذا وقت التبديل، يدخل لاعب أجهز. في نهاية المباراة سجلنا الرابع وسجلنا الخامس أيضا، وكنت سعيد جدا في الأخير. هذه الرومنتادا للتاريخ، أكبر ريمونتادا آسيوي للتاريخ.